هوليوود هي مدينة للسينما، ولكنها ليست هكذا فحسب، وإنما هي مدينة للسحر والجمال والإبداع. هي مدينة أنتجت أفلام أبصمت تاريخياً وصنعت أسماء تألقت في سمائها. لنكون معاً في مدينة أعطت عبقرية وإبداع في الفكر والصناعة وفي السياحة والجمال وفي التألق الذي لا ينضب، ولنوافيكم عن آخر أخبار هذه المدينة من على شاشة الشرقية. إنها هوليوود.